هنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي. فيلم النهاردة جميل وفيه جزء كوميدي من اللي قلبكوا هيحبه، وبيبدأ بواحد اسمه كيمورا وهو قاعد جنب ابنه واتارو وهو في المستشفى بين الحياة والموت، لحد ما أبو كيمورا بيدخل عليه وقال له حفيدي عامل إيه دلوقتي، وكيمورا بيقول له لسه في غيبوبة وحالته متدهورة، وأبو كيمورا قال له الأب من واجبه حماية عائلته، وابنك واتارو لما كان على السطح في واحد هو اللي رماه، أنت كنت فين في الوقت ده؟ لو ما رجعتش حق ابنك يعني أنت ما استحقش تكون أب. وكيمورا اتعصب وقرر إنه يغسل وشه علشان يرجع حق ابنه على نظافة. وفي مكان تاني في واحد اسمه الدعسوقة وبيتكلم في التليفون مع واحدة عينته في مهمة، وهو وافق ينفذها وقال لها انا دلوقتي مستعد لاي حاجة، لكن المشكلة الوحيدة ان انا حظي لسه زي الزفت. فقالت له لا ما تقولش على نفسك كده، انت حظك جميل خالص خالص. لكن هو ماشي في محطة المترو خبط في واحد، والواحد ده يبقى كيمورا، وبسبب الاصدام مفتاح الخزنة وقع من جيبه، ورقع عند خزنته علشان ياخد منها الادوات اللي محتاجها في مهمته، فاكتشف انه وقع المفتاح واضطر يفك الخزنة شبه الحرامية، والعدة اللي هو خدها كانت عبارة عن شوية العاب نارية ومسحوق تخدير، ورفض ياخد المسدس مع ان البنت اللي وظفته في المهمه قالت له هتحتاج المسدس، وراح بسرعه ركب المترو على اخر لحظه والمفروض انه هينفذ مهمته في المترو ده، والمهمه بسيطه جدا وهي انه هيسرق شنطه واحد من الركاب، المفروض الشنطه دي مليانه فلوس، والشنطه متعلمه ان على الدراع بتاعها استيكر بشكل قطر، ودول اتنين قاعدين في المترو واسمهم ليمون ويوسفي، وكمان هم دول اصحاب الشنطه اللي المفروض الدعسوقه هيسرقها، وطبعا الدعسوقه ما يعرفش اي معلومات عن الشنطه غير انها فيها فلوس. وكيمورا موجود برده في نفس المترو وراح لعربيات الدرجه السياحيه، وده لانه معاه ورقه مكتوب فيها ان الشخص اللي رمى ابنه من على السطح هيكون قاعد في الكرسي 4 بي، ولما وصل للكرسي طلع سلاحه واتصدم لما لقى بنت صغيره وكيوت هي اللي قاعده، فخافت واعتذر لها بسرعه، لكن قبل ما يمشي البنت طلعت مش سالكه خالص وكهربته وقالت له انت كده وصلت لهدفك. والدعسوقه قال اللي بيتكلمه انا مستحيل اوصل للشنطه المطلوبه مني لان المترو مليان ناس، لكن بالصدفه هو بيكلمها لقى الشنطه في وشه، لكن الدعسوقه حس ان في حاجه غلط لانه هو حظه وحش مش مقتنع كده انه ياخد الشنطه ويمشي بكده يعني، بس هو فعلا خدها ومشي بكل بساطه بدون ما يحصل له اي حاجه. والحاج ليمون لسه قاعد بيتكلم مع الحاج يوسفي لانهم ما كانش عاجبهم اساميهم المستعاره، لحد ما الشخص اللي جنبهم صحي فاستغرب وقال انا فين، فقالوا له ما تقلقش لان انت دلوقتي في امان وابوك هو اللي بعتنا علشان ننقذك، ففرح وقال لهم يعني انتوا يا اغبياء شغالين عند ابويا، فقالوا له لا اهدى احنا ممكن نرجعك في تابوت لاننا شغالين منفصلين مش شغالين عند ابوك، والمهم دلوقتي اننا قتلنا 17 شخص من العصابه الصينيه اللي خطفتك علشان تطلب فديه من ابوك. وليمون رد على يوسفي وقال له في الواقع احنا قتلنا 16 بس، ويوسفي قال له لا 17. ومن هنا بدات بينهم مشكله تانية خالص وهي انهم اختلفوا قتلوا 17 ولا 16، وعلشان كده قرروا يرجعوا بذكرياتهم. وزي ما شفتوا الشخص اللي اختلفوا عليه كان مدني عادي ومات بالغلط علشان حب يعمل خير ويساعدهم، والدعسوقه فات من قدام البنت اللي عامله طيبه دي وشافت الشنطه اللي معاه وشكلها كده هي كمان عايزاها لكن ما عملتش حاجه. ويوسفي سال ليمون فين الشنطه، فقال له خبيتها في مكان مستحيل حد يوصل له، فقال له روح هات الشنطه حالا. وبعد كده جاله مكالمه ولما رد عليها واحد قال له ابن الموت الابيض معاك، فقال له اه، واللي بيكلمه ساله عن الشنطه فقال له ايوه الشنطه كمان موجوده معايا، واللي بيكلمه قال له هتنزلوا في محطه معينه وبكده مهمتكم هتكون خلصت. لكن يوسفي لما قفل شاف ليمون قدامه وهو متضايق جدا وده معناه انه ما لقاش الشنطه، فراح له وليمون قال الشنطه اتسرقت ولازم نلاقيها، والمترو وقف في محطه، والدعسوقه قال اللي بيتكلموا انا تقريبا كده حظي بقى حلو، لكن قبل ما ينزل لقى واحد بيبص له بصه مش مريحه خالص، وكان لابس بدله فرح وكلها دم، وبدون اي تفاهم طعنه بسكينه في كتفه. والاخت اللي عامله كيوت دي اسمها الاميره، لقت كيمورا فاقفه قالت له انا عارفاك وعارفه انك هنا علشان تقتلني، وبكل برود فكت ايده وقالت له من الافضل ليك تسمع اللي هقوله قبل ما تعمل تصرف تندم عليه، وكمان سلمته مسدس تاني، وقبل ما يتغاب قالت له لحظه لان معايا اتصال من المستشفى، وقالت للشخص اللي هي بتكلمه لو ما اتصلتش عليك في خلال 10 دقايق او لو ما ردتش عليك عاوزك تدخل وتقتل الطفل. وليمون قال ليوسفي احنا على الاقل انقذنا ابن الموت الابيض، واعتقد انه مش هيهتم بالفلوس العائله اهم. ويوسفي قال له اصبر احكي لك قصه ثانيه عن الموت الابيض، وقال له كان زمان في واحد اسمه مانجيشي كان زعيم كل العصابات في اليابان، ومانجيشي ده كان زعيم ما عندوش اي نوع من انواع الرحمه لكن مع اعضاء عصابته كان بالنسبه لهم اب، لحد ما جاله واحد من روسيا طوله يعدي المترين، المهم انه انضم في عصابه مانجيشي ومكانته بقت بتزيد في العصابه مع كل مره بيقتل فيها اعداء مانجيشي، لحد ما بقى واحد من اهم المستشارين عند مانجيشي، والمستشارين الباقيين قالوا لمانجيشي اياك تتسرع لان الراجل ده مش مضمون يا مانجيشي ومش اهل ثقه لانه طاعون ومتجسد في شكل راجل. ومانجيشي ما سمعش كلامهم لحد ما اتاكد ان كلامهم طلع صح، لانه عمل تحالفات خاصه بيه واسس عصابه واستخدم العصابه دي في انه يقتل مانجيشي، وطبعا قتله بطريقه بشعه لانه فجر راسه بشكل مهين جدا. المهم المستفاد من القصه دي ان المتوحش ده اللي بيقود اكبر منظمه اجراميه في العالم هيحط
يحط مسدس مباشر في اماكن احنا مش هنحبها نهائي لو ما لقيناش الشنطه. وكيمورا سال الاميره انت عاوزه ايه مني، فقالت له انا عارفه ان انت شغال عند الموت الابيض وسلمت شنطه من يومين لواحد من شركائه، وعلشان كده انا عاوز الشنطه دي وكمان عاوزاك تقتل الموت الابيض. والمناسبه يا جماعه الشنطه اللي هي عاوزاها دي هي نفس شنطه الفلوس اللي مع الدعسوكه. ويسري ولمن رجعوا تاني للواد اللي معاهم ابن الموت الابيض، فاتصدموا لانهم لقوه ميت وعينه منزله دم كتير، وبكده هم اتاكدوا انهم بقوا اموات خلاص. نسيبهم بقى ونرجع 25 سنه لورا مع طفل واخد الذئب شعار ليه في الحياه، لان امه هي اللي اختارته ليه وقالت له عاوزاك تكون قوي، ولما ماتت ما كانش ليه حد يعيش معاه فساب البيت وكبر في وسط العصابات وبقى بيضرب كل اللي ما يعجبوش، لحد ما في يوم وهو بيشرب عصير تفاح شاف اجمل ما رأت عينه وسماها قرة عين، وقرر انه يتجوزها. ولحد دلوقتي حياته ماشيه حلو وزي الفل والكل كان مبسوط والفرح شغال، وفجاه الجرسون خبط فيه فوقع عليه عصير التفاح فبوظ له البدله البيضه، وعلشان كده الاخ ده راح ينضف بدلته من اللي وقع عليها، وفجاه سمع صوت صريخ في الفرح فرجع تاني علشان يلاقي كل المعازيم اموات بلا استثناء، وكمان معاهم العروسه ميته فوق البيعه، وكلهم منزلين دم كتير من عينهم برضو، والاخ ده حياته اتدمرت وبقى كل همه يلاقي الشخص اللي حول فرحته لجحيم. وفعلا جاله جواب بصوره واسم اللي عمل فيه كده. والدعسوكة قال اهو ده اللي بيحصل بسبب عواقب الغضب، اتعلموا الدرس ده بقى. وقام نظف المكان وراه علشان محدش يعرف ان في هنا جريمة قتل، وكمان قعد البتاع ده على كرسي علشان كل حاجة تبان طبيعية. والاتنين دول لسه عندهم امل انهم يعيشوا ونظفوا وش ابن الموت الابيض علشان ما يكونش فيه دم، وخلوه يقعد في الكرسي كأنه نايم. وبعد كده اتفرقوا علشان يبحثوا عن الحرامي اللي سرق شنطتهم، والمترو وقف في محطة تانية، والدعسوكة كان خلاص فرح وخد الشنطة علشان يهرب، لكن للاسف لقى ليمون في وشه فتعرف عليه ودرى انهم ليهم سابق معرفة ببعض، وعلشان كده رجع هرب تاني قبل ما يشوفه، بس كان للاسف الوقت فات وما لحقش يخرج من المترو لانه اتقفل. فرجع تاني عند الشخص اللي قتله وحط الشنطه معاه وخد تليفونه علشان يكلم البنت اللي كلفته بالمهمه دي، وسالها انت تعرفي ايه عن شخص اسمه آل سيفوارو، فقالت له انت كنت عامل البار في الزفاف بتاعه، وده كان الزفاف اللي زكته وكل معازيمه ماتوا مسمومين فيه. فقال لها اه بس انا افتكرته، انا فعلا شفته في حفل زفاف لما وقعت عليه عصير التفاح، بس خلاص بقى للاسف هو مات. والبنت قالت له انت قتلت الذئب، فقال لها للاسف اه، وقفل معاها وراح قعد قدام ليمون وقال له انا موجه مسدس عليك عشان لو حاولت تعمل تصرف ما يعجبنيش. وطبعا هو ما كانش معاه مسدسات، والاميره استغلت ان الكل مشغول في مشاكله وراحت تبحث عن الشنطه، وفعلا عرفت مكانها وخدتها. وفي نفس الوقت الدعسوكة قال لليمون انا هرجع لكم الشنطه وما تفكروش تقتلوني، وانتوا كمان هترجعوا الشنطه لصاحبها وهو مش هيقتلكم، وبكده انتوا هتعيشوا وانا هعيش والكل هيكون مبسوط. وليمون قال له انت كنت ناوي تسرق الشنطه وتهرب وتلبسنا احنا قضيه قتل عشان الموت الابيض يقطع دراعاتنا بدل اصابعنا، وبكده هيكون كريم معانا، وكمان لو انت معاك مسدس تحت الطاوله زي ما بتقول انا كان زماني ميت زي ده من زمان. ولما الدعسوكة بص له ده اللي حصل. بعد ما خلص عليه حط له مخدر في الميه، وللاسف زود جرعه المخدر زي كل مره وساب الازازه جنبه، وخد تليفونه ولما فتحه لقى يوسف بعت له رساله وقال له انا جايلك دلوقتي. وعشان كده الدعسوكة خلع من المكان بسرعه وهو معاه تليفون ليمون علشان يكلم منه البنت اللي مشغلاه، وقال لها احنا تقريبا كده اتورطنا مع الموت الابيض لان في حد قتل ابنه بنفس الطريقه اللي زوجة الذئب وكل معازيمه ماتوا بيها، ومش انا اللي عملت كده، وبالطريقه دي اكيد في حد تاني بينفذ مهمه وراكب معانا في المترو. وعلشان يامن نفسه قفل باب عربيه المترو اللي هو فيها بشويه شنط، لكن اتصدم لما فيهم تعبان فخاف منه وهرب بعيد. وفي نفس الوقت في مختصين تعابين طلعوا في التلفزيون وقالوا ان تعبان الشجر فيه سم قوي جدا، واتسرق من مكان لتربيه التعابين، وسمه بيسبب نزيف داخلي وكمان نزيف من كل فتحه في الجسم. والدعسوكة ساب التعبان بقى حر في القطر، والاميره دخلت كيمورا الحمام علشان يقعد مع شنطه الفلوس لوحدهم ويحاول يفتح الرقم السري بتاعها، وقالت له خد وقتك وسابته وخرجت. ويوسف راح يفوق صاحبه ليمون وقال له الحرامي هرب مني، فقال له ما تزعلش لانه ضربني وهرب مني انا كمان، بس اهم حاجه اني متاكد ان مش هو اللي قتل ابن الموت الابيض. يوسف قال له مش هتفرق مين قتله، وده لاننا لازم نحط اللوم على اي شخص. وفجاه جالهم مكالمه من واحد شغال عند الموت الابيض وقال لهم الموت الابيض بيقول لكم انزلوا في المحطه الجايه وانتم معاكم ابنه وشنطه الفلوس علشان يتاكد ان انتم ماشيين تمام. وفعلا يوسف نزل زي ما قالوا وقابل عصابه كامله كانت في انتظارهم، وقال لهم انا شاكك ان انتم عاملين لي كمين، وعلشان كده شريكي لسه جوه ومعاه الفلوس وابن الموت الابيض، وشاور لهم على ابنه. وليمون بدا يتحكم فيه ويحرك ايده علشان يثبت لهم انه عايش، وهم فعلا صدقوه ورجع ركب المترو تاني علشان ينزل في المحطه المطلوبه منه في الاتفاق.
الاختفاء. ولما مشيوا الأميرة راحت لابن الموت الأبيض وتأكدت انه ميت وتفت في وشه وسابته ومشيت عشان ترجع لكيمورا اللي أخيرا نجح في انه يفتح الشنطة اللي حسيتها مغارة علي بابا. والبنت دي ما اهتمتش بكل اللي في الشنطة وحطت فيها شوية متفجرات. وكيمورا قال لها انت بتعملي ايه؟ فقالت له نفس اللي عملته في المسدس اللي في ايدك، انت لو كنت ضربت طلقة كنت هتنفجر في وقتها. وقفلت الشنطة علشان لما توصل للموت الأبيض يفتحها وتنفجر فيه وبكده هيموت بكل بساطة. والدعسوكا قرر انه يعيش في الحمام لحد ما المترو يقف في اي محطة علشان يخرج من الحمام ويهرب. وبصراحة كان مستمتع جدا بوقته في الحمام لحد ما الباب خبط عليه، ولما حب يفتح الباب لقى يوسفي هو اللي في وشه وعرف طريقه عن طريق تحديد المواقع لانه معاه تليفون ليمون. وقبل ما يوسفي يقتله جاله مكالمة فخده هدنة علشان يرد عليها، ونفس الشخص اللي شغال عند الموت الابيض قال لي يوسفي لو ما نزلتش في المحطة الجاية وانت شنطة الفلوس معاك هيقتل كل ركاب المترو. ويوسفي قعد مع الدعسوكا وقال له شكلنا كده خلاص هنموت يا معلم. والدعسوكا قال له نموت ليه؟ احنا ننزل نقابلهم وانا هنزل معاك كاني انا ليمون. وفعلا عملوا كده، والعصابة شافت الشنطة فطمنوا ان كل حاجة تمام. والدعسوكا حب يزود الحماس شوية وقال لهم احنا زي الفل قوي. وفي وقتها الشنطة اتفتحت منه ووقع منها لبس عادي خالص، فهربوا بسرعة وركبوا المترو ومن حسن حظهم اتقفل وراهم. وليمون قابل الأميرة وسألها لو شافت واحد من مواصفات الدعسوكا، فقالت له لا. ولما تعب من كتر البحث شرب مية من اللي الدعسوكا حاطط له فيها مخدر. وبعد كده سألها تاني لو شافت شنطة محطوط عليها ستيكر قطر، فقالت له لا ما شفت الشنط. وسألت كيمورا وقالت له انت شفت شنطة أوراق عليها ملصق قطر؟ وليمون قال لها انا ما قلتش انها شنطة أوراق، وانا كده عرفت مين الطرف الثالث اللي ببحث عنه ورفع سلاحه عليها. والمترو وقف في المحطة والدعسوكا قال له يوسفي على المكان اللي خبى فيه شنطة الفلوس وقال له انا اكتفيت وهنزل. لكن يوسفي قال له للأسف انا مش هسمح لك تنزل لان انت اللي هحط عليه اللوم في كل المشاكل اللي حصل. والدعسوكا عمل معاه الجلاشة بصراحة وطرده من المترو على اخر لحظة. والمترو اتحرك بعدها ويوسفي رفض يستسلم وعمل حركة غبية معرفش نجحت ولا لا، بس غالبا هو كده رجع ركب المترو تاني. وليمون قتل كيمورا لانه شكك ان في حد من الاتنين دول هو الطرف الثالث اللي قتل ابن الموت الابيض. ويوسفي نجح فعلا وعرف يطلع على القطر تاني، وليمون والاميرة شالوا كيمورا مع بعض ودخلوا حمام علشان ما حدش يشوف. وبعد كده شاف ان الاميرة معاها سلاح في شنطتها فقال لها انت شكلك بريئة لكن كنت شكك في امرك من الاول. وهي بدأت تمثل الخوف وكمان عيطت فقال لها انت اكيد درست التمثيل في مكان راقي. وهي فعلا كانت مرعوبة وهو كان هيقتلها لحد ما بدأ يفقد الوعي بسبب اللي شربه. وفعلا من حسن حظها بنت المحظوظة اغمى عليه وهي خدت سلاحه بكل برود وقتلته باكتر من طلقة. والدعسوكا راح علشان ياخد الشنطة بتاعته وفعلا لقاها في المكان اللي سابها فيه، وده لان البنت دي رجعتها بعد ما فخخت. والكائن الغيتد ده قابل البنت اللي بتبيع الحاجات في المترو وبدون تفاهم ضربها فاغمى عليها، وبعد كده قلع راسه علشان يظهر لنا البنت دي وهي دي بقى الطرف الثالث الحقيقي. تعالوا نرجع قبل 47 دقيقه لما راحت تلعب مع ابن الموت الابيض وهو فرح بيها ولعب معها فعلا فخرمته وقالت له اخرس خالص، وكمان الناس اللي ماتت في الفرح هي اللي قتلتهم بنفس السم. وكمان الدعسوكا خد الجواب اللي كان مع الذئب وشاف فيه مين هو اللي الذئب كان بيبحث عنه، وطلعت صوره لنفس البنت اللي بتطلق على نفسها اسم الدبور. ومن حسن حظه وهو بيبص في الصوره لقاها واقفه جنبه بتبص له وهجمت عليه، وكان كل هدفها انها تديله حقنه شبه اللي اديتها لابن الموت الابيض علشان تقتله بسم التعبان زي كل اللي قتلته. ولما الدعسوكا مسكها قال لها انت ليه بتعملي كده؟ فقالت له لان في حد كلفني بمهمه قتل ابن الموت الابيض وقال لي ان فلوس تنفيذ المهمه دي هتكون في الشنطه اللي معاك. وبعد معركه طويله قال لها تقدري تاخدي الشنطه وتمشي، فقالت له مش هينفع انت شفت وشي خلاص، وضربت الحقنه في ايده وفرحت بكده. لكن هو شالها بسرعه وضربها بيها في كتفها وكمان فضها فيها وقال لها كمان 30 ثانيه المفعول هيشتغل. فوقفت تبص له شويه وبعد كده حاولت تطلع الترياق علشان تحقن نفسها بيه، لكن خدوا منها بسرعه وحقنوا النفس. وبعد كده سابها تعاني ونزل جنبها بكل برود وقال لها مش كان المفروض تجيبي معاكي ترياق تاني احتياطي؟ لا انت غلطانه والله، طب ما تحبي اجيب لك اي حاجه قبل ما تموتي؟ وفضل يغتت عليها لحد ما ماتت، وبصراحه انا شايف انها تستاهل. ويوسفي شاف دم في الارض جنب الحمام ففتح الباب واتصدم لما لقى صاحبه ليمون مرمي جوه وهو ميت، وجنبه كيمورا وفي ايده السلاح يعني علشان يظهر ان هو اللي قتله. ويوسفي خد السلاح وملى طلقات علشان ينتقم لصاحبه. والدعسوكا جمع ضحايا قدام بعض وكلهم قاعدين كانهم نايمين عادي، وكلم البنت اللي لبسته في المهمه دي وقال لها اللي بمر بيه ده حظ سيء فائق، انا لازم انزل من القطر ده بسرعه. فقالت له الشنطه معاك؟ فقال لها اه. ويوسفي بعد ما قفل معاها فجاه لقى الاميره في وشه فقال لها اقفي مكاني انا عارفك، فبدات تمثل وعملت نفسها بريئه وبدات تعيط لدرجه ان انا صدقتها. ويوسفي كمان صدقها وسابها تمشي، لكن لقى لزقه على ظهرها وهو عارف ان اللزقه دي تخص ليمون، فعرف ان البت دي هي السبب في موت صاحبه وكان هيقتلها، لكن هي حظها حلو فعلا جدا لان الدعسوكا ظهر من ورا على اخر لحظه فصرخت بصوت اعلى وعيطت اكتر وطلبت منه ينقذها، وهو فعلا حاول ينقذها لحد ما في طلقه طلعت بالغلط وجت في رقبه يوسفي. والبت دي رجعت تعيط للدعسوكا فقال لها محدش هيأذيك ويلا بينا ننزل من القطر. والقطر وصل لمحطه وما كانش فيه اي حد في المحطه الا ابو كيمورا هو اللي مستني في المحطه، والدعسوكا حاول ينزل لكن البت دي عملت نفسها مش عارفه تنزل لان شنطتها اتعلقت. والدعسوكا رجع تاني ركب معاها علشان صعبت عليه ومحبش يسيبها لوحدها، وقعدوا يتكلموا مع بعض شويه لحد ما ابو كيمورا دخل عليهم وقعد قدامهم. والدعسوكا قال له قوم اقعد بعيد عننا، فرفض. فقال له هنقوم احنا، ونزل ياخد شنطه الاميره لكن ما لحقش لان التعبان اللي سمه قتل كل الناس دي عضه في ايده، فصرخ
الاخ وقام يجري علشان يفك التعبان من على ايده، وابو كيمورا قال للاميره انا عارف ان تليفون ابني معاكي، طبعا انا عرفت كده من الجي بي اس، فقولي لي انت ليه حاولت تقتلي حفيدي؟ فقالت له علشان كنت محتاجه ابنك يساعدني في اني اقتل الموت الابيض، ودي الطريقه الوحيده اللي كنت ممكن اركبه القدر معايا بيها، لكن للاسف هو ميت دلوقتي وكمان حفيدك مات. فضحك وقال لها ومين قال لك اني سبت حفيدي بدون حراسه؟ وفعلا الشخص اللي كان شغال معاها اتخنق ومات على ايد واحده كانت بتحمي الطفل، وبعد كده قال للبت دي وكمان ابني لسه ما ماتش. فخافت وسابته وهربت، والدعسوقه لسه ما ماتش بسبب الترياق اللي خده. ورجع لابو كيمورا وقال له البت دي راحت فين؟ فقال له هربت وما كانتش ناويه على اي خير من ناحيتك. وقال له انا كنت زمان واحد من رجاله منجيشي لحد ما الموت الابيض وصل وانا حذرت منجيشي منه، لكنه ما سمعش كلامي، وفي النهايه انت عارف اللي حصل له، وكمان للاسف انا كمان خسرت زوجتي وكل حاجه في حياتي وما تبقاش ليا غير ابني، وعلشان كده اختفيت عن الانظار وبحثت بكل الطرق علشان اقتل الموت الابيض بدون ما اعرض نفسي للخطر، لكن ما عرفتش اوصل له نهائي، ودلوقتي هو اللي هيجي لحد عندي برجله، وكل اللي طالبه منك تاخد ابني وتنزل من القطر ده، وانا هتصرف مع الموت الابيض. وراح للحمام اللي فيه ليمون وكيمورا اللي فرح جدا لما شاف ابوه، والدعسوقة لما شاف ليمون ميت حزن عليه وقال حسيت انه راجل محترم، وفجاه لقوه فاق وهو مصدوم وقال لهم هو انا في الجحيم ولا ايه؟ وطلع انه ماتش لانه لابس درع واقي، وقام بسرعه وراح لاخوه يوسفي اللي مات وقعد جنبه وهو حزين عليه جدا، وهو ده بقى الموت الابيض وهو مستني في محطه المترو لحد ما المترو وصل له. واول ما دخل لقى الاميره قدامه وكانت ماسكه سلاح في ظهرها، فاتصدم وقال لها بتعملي ايه هنا يا بنتي؟ فقالت له علشان اقتلك يا ابي، وبصراحه انا كمان اتصدمت يعني. والدعسوقة خرج من المترو بشنطه الفلوس وسلمها لرجاله الموت الابيض بره، والاميره قالت لابوها انا حبيت اثبت لك اني شكلت نفسي من العدم وكنت عاوزك تشوف كده قبل ما تموت وتتاكد اني كنت افضل من اخويا الفاشل اللي فضلته عليا. فخد منها السلاح بسرعه ووجهها ناحيتها فقالت له اقتلني، وابوها خوفها لكن رفض يقتلها وقال لها انا طول عمري مهتم بيكي لكن ما كنتش في خططي، وسابها ومشي علشان يشوف شنطه فلوسه. والدعسوقة قال له هو انت اللي استاجرتنا كلنا علشان نطلع في القطر ده وكنت عاوزنا كمان كلنا نتنفس على شنطه الفلوس؟ فقال له اه، لان كنت عاوزكم كل واحد فيكم يقتل التاني. فساله ليه عملت كده؟ فقال له لان يوسفي وليمون قتلوا كتير من رجالتي وحاولوا يقتلوني، لكن بالغلط كانوا هيقتلوا زوجتي، والجراح الوحيد اللي كان ممكن يعالجها مات على ايد الدبور بسم الافعى. فقال له كلامك معناه ان انت دبرت موت ابنك على ايد الدبور صح؟ فقال له اه، لان ابني هو السبب في موت زوجتي، لان اليوم اللي ماتت فيه كانت رايحه تساعده وتخرجه من ورطه حط نفسه فيها، وده لانه ابني فاشل، ودلوقتي ما عادش باقي غيرك يا كارفر علشان اقتلك لان انت اللي قتلت زوجتي. والدعسوقة كان عاوز يقول له انا خدت المهمه دي بدل كارفر وانا مش كارفر، لكن ما لحقش لان الاتنين دول فتحوا الشنطه فانفجرت وطارت كل الموجودين. زي ما شفتوا ابو كيمورا خلص على كل رجاله الموت الابيض ودخل معاه في معركه، وبعد ما الموت الابيض اتغلب على ابو كيمورا لعب معاه لعبه القدر اللي هو يا ترى الطلقه هتكون من نصيب مين، وابو كيمورا ما حبش يلعب اللعبه دي وقام خلص على الموت الابيض بنفسه، لكن دي ما كانتش النهايه لان القطر خرج عن مساره لانه مش لاقي حد يتحكم فيه. بعد كل الشقلبه دي الدعسوقة طلع عايش وملحقش يفرح لانه لقى الموت الابيض في وشه ولسه ما ماتش ومعاه سلاح، فقال له انا مش كارفر وما قتلتش زوجتك، والموت الابيض اتضايق وقال له فين كارفر؟ فقال له ما جاش لانه عنده الم في معدته وانا اللي جيت بداله، والموت الابيض اتعصب وحاول يقتل الدعسوقة لكن السلاح كان فاضي، فطلع سلاحه التاني اللي خده من بنته وحاول يقتل الدعسوقة بيه فانفجر في وشه وبكده مات على ايد بنته برضه. وابو كيمورا خرج وهو كله سعاده وقال انا كده اخيرا خدت حقي، لكن ما لحقوش يمشوا لانهم لقوا الاميره في وشهم وقالت لهم ده يوم سعدي. والدعسوقة قال لها والله انتوا عيله مجانين، وفجاه جالها عربيه برتقان شالتها وبصراحه هي ريحتنا منها. والاخت اللي لبست الدعسوقة في المهمه دي راحت له ففرح وقال لها مش مصدق جيت بنفسك علشان تنقذيني، وقبل ما يمشوا قالت له انت لسه حظك مش وحش قوي، وهو قال لها عربيتك حلوه، فحصل فيها كده واضطروا يكملوا طريقهم ماشي. واتمنى تكون المشاهده عجبت حضراتكم، واتمنى تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك الجميل وتفعلوا زر الجرس، وشكرا على وقتكم.